الشيخ عبد الرزاق العباد الله يحفظه بارك فيه نبه على أمر مهم. قال بعض الناس يسمي والده الشايب ويسمي والدته العجوز، الشايب والعجوز، الشايب والعجوز. قال أولى أن تقول الوالد الكريم والوالدة الكريمة، ها؟ الوالدة طال الله بعمرها أطاعته، الوالد الله طال عمره على طاعته. ما تقول عجوز، عجوز شلون شايبك وشلون عجوزك، وعجوزي وشايبك. يا أخي قل كلمة تبتغي بها أجر الله عز وجل، فيها بر، ها؟ خلاص هونا من اليوم رايح ما في عجوز وشايب، قول إيش؟ الوالد الكريم، الوالدة الكريمة. يا قوله بعدين بعض الآباء ما يدقوا عن الشايب، مثل واحد جابنا مصخة قال حق أحمد الولد شلون شايبك؟ أنا شايب؟ جاء أحمد يقول شلون شايبتك؟ أنا قلت لأبوي مو شايب شي. المهم الوالد الكريم والوالدة الكريمة، اتفقنا؟ لا تقول الشايب والعجوز.